أنا جيسيكا حكيم، صاحبة مشروع زراعي وبيئي وسياحي اسمه الزروع بضيعة اسمها عرتز بقضاء البترون. أسست المشروع من 3 سنين، هو مشروع زراعي، ولكن بميز هذا المشروع إنه بزرع بي بلانترز أو مستوعبات مصنوعين من إعادة تدوير البلاستيك بطريقة عمودية. هلا انطلقت بالمشروع الزراعي هيك من الصفر فينا نقول، وبلشت ازرع كل انواع الورقيات، بيقولوا لهم من خس، كيل، حبق والى ما هنالك. فكانت الحاجه اكثر لانه كنا ننقطع المي بفترات يلي عبواب الصيفيه بين ربيع وصيف، حتى اللي كنت ازرعه كنت حتى يدبل وما اقدر اني انا كفي بريه، حتى لو كان متوفر مي ما اقدر انا اطفش مي كرمال لانه ما في كهرباء تسقي موسمي. من خلال مشروع سيد تشينج المنفذ من أوكسفام والممول من الاتحاد الأوروبي، قدرت أنا بهيدا المشروع الصغير أني أنا وسعه وكبره بزيادة عدد البلانترز يلي بزرع فيهم وتأمين خزازين الماي لأقدر أنا أروي عدد أكبر من البلانترز، وأمنت طاقة شمسية تقدر أنا كمان ضخ مي من خلال تأمين الكهرباء وضوي البيت القديم بالمشروع. قررت أرجع الضيعة وأفتح هيدا المشروع بسبب حبتي الكبيرة لضيعتي، فحبيت أعمل هالنقلة النوعية وأرجع ضيعتي وأقعد فيها ونمي فيها وطور فيها ووصل رسالة كتير حلوة حتى لا الصبايا ببلدنا أنه قادرين يخوضوا أي مجال هن بيحبوا أن يخوضوه ويلاقوا نفسهم فيه، وأقدر من هالبروجي الصغير والحلو أعطي إفادة كتير كبيرة للمجتمع ولا ضيعته.